إلى نشرة الأخبار من قناة النبأ، ونبدأ بأبرز العناوين. النائب العام البلجيكي يصف اختفاء الأموال الليبية المجمدة في مصارف بلجيكية بالفضيحة ويعلن فتح تحقيق موسع. بعد أيام من هجوم الفجهة، قائد الأفريقون في سرت ومصادر إعلامية غربية تتحدث عن إنشاء غرفة عمليات بالمدينة تتبع للتنظيم. إعادة تشغيل حقل البيضان النفطي بطاقة إنتاجية تصل لأكثر من 12 ألف برميل يوميا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النشرة. وصف النائب العام البلجيكي جورج غليغنت ما كشفت عنه التحقيقات بشأن اختفاء مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمدة في المصارف البلجيكية، وصفه بالفضيحة الكبرى. وأعلن غليغنت فتح تحقيقات موسعة حول اختفاء هذه الأموال من حسابات كانت تخص ليبيا في بلجيكا، وفقا لما نقلت وكالة سبوتنيك عن راديو وتلفزيون بلجيكا الناطق بالفرنسية RTBF. وأشار النائب العام البلجيكي إلى أن الأمم المتحدة تحقق أيضا في هذه الوقائع، وموضحا بأنه سيطلب من الحكومة البلجيكية توضيحات عن كيفية التصرف في هذه الأموال التي تقدر بخمسة مليارات يورو رغم تجميدها بقرار أممي. هذا وقال راديو وتلفزيون بلجيكا الناطق بالفرنسية RTBF إن ممثلي الادعاء البلجيكي يحققون فيما إذا كانت بنوك بلجيكية صرفت فوائد على حسابات ليبية مجمدة. ونقلت وكالة رويترز عن شبكة RTBF قولها إن ما يصل إلى 5 مليارات يورو جرى صرفها لأشخاص يسيطرون على حسابات ليبية. أضافت الشبكة بأن البنوك البلجيكية التزمت بقرار الأمم المتحدة بتجميد الودائع التابعة لحكومة القذافي بالخارج، ولكنها لم توقف مدفوعات الفائدة والأرباح بحسب تعبيرها. وإلى ذلك، تحفظت المفوضية الأوروبية عما يجري تداوله بخصوص تسريب بروكسل ودول أوروبية فوائد وعائدات أموال ليبية مجمدة لصالح ميليشيات مسلحة في ليبيا. وردت المفوضية الأوروبية على تعليقات صحفية تفيد بوجود ثغرات أو سوء تطبيق للعقوبات بخصوص الأموال المجمدة في مصارف بروكسل، ومؤكدة بأن فرض العقوبات على طرف ما بصفة فعلية يدخل في صلاحيات الدول الأعضاء وفق ما نقلت وكالة آك الإيطالية. ويشار إلى أن تحقيقات إعلامية قد كشفت قبل يوم تورط بروكسل ودول أوروبية في سوء فرض العقوبات وسوء التصرف في الأموال الليبية المجمدة في مصارفها. هذا ودعا رئيس لجنة وتنمية وتطوير المشاريع الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، دعا المجلس الرئاسي المقترح إلى متابعة الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتها. وشكك تكالة في تصالح مع قناة النبأ في صحة رواية بعض وسائل الإعلام البلجيكية بشأن الاستيلاء على فوائد من أموال ليبية مجمدة في بلجيكا، ومشيرا إلى أن متابعة الأموال الليبية في بلجيكا اختصاص الحكومة والسفارة الليبية هناك وفق تعبيره. في الملف السياسي، قال عضو المجلس الأعلى للدولة إدريس بوفايد إن ما جرى الاتفاق عليه بين مجلسي النواب والدولة هو إعادة هيكلة السلطة التنفيذية فقط، ومضيفا بأن الأمر يتطلب تضمين هذا الاتفاق في الإعلان الدستوري. ما تم الاتفاق عليه الحقيقه هو فيما يتعلق بالسلطه التنفيذيه فقط. تم الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين بحيث يكون منفصل عن تشكيل الحكومه. الاليه طبعا للاسف الشديد هي اعتمدت المحافظه المناطقيه، لكن عمليا المساله ليست بالدول اللي تصورها بعض، حتى الاخوه الزملاء سواء كان في مجلس الدوله او في مجلس الوطن. لأن الشرط الأساسي الأول أو الخطوة العملية الأولى بعد الاتفاق النظري هذا يجب أن يضمن التعديل المتوافق عليه، يجب أن يضمن في الإعلان الدستوري بأغلبية 130 أو 135 صوت من النواب، وهذا يكاد يكون من المستحيل. قالت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا إن بلادها تبدي اهتماما واسعا بالقارة الأفريقية ولا سيما ما يتعلق بالأزمة الليبية،
أوضحت وكالة وكيل إيطاليا نقلا عن ترينتا أن روما ملتزمة تجاه ليبيا نظرا لتدفق المهاجرين منها عبر البحر المتوسط إلى أوروبا. وذكرت الوزيرة الإيطالية أن اهتمامهم بليبيا يرجع أيضا لأهميتها الجغرافية والتاريخية والثقافية وحتى الاقتصادية بالنسبة لإيطاليا بحسب تعبيرها. وإلى ذلك أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني مشاركة قطر في مؤتمر باليرمو بشأن ليبيا. وقال سالفيني خلال زيارته إلى الدوحة الثلاثاء بأنه سيكون هناك حضور مهم لقطر في المؤتمر، ومؤكدا بأنهم اتفقوا على كيفية تحقيق الاستقرار في ليبيا. يذكر أن إيطاليا تستعد لاستضافة مؤتمر باليرمو يومي 12 و13 من نوفمبر القادم، حيث تعمل على حضور عدد من قادة الدول المشاركة في حل الأزمة الليبية. قال الناطق باسم بلدية سرت محمد الأميل إن قائد القوات الأمريكية في أفريقيا توماس ويلدهاوزر بحث الأوضاع الأمنية في المدينة مع عميد البلدية مختار المعداني خلال زيارته للسرت الثلاثاء. وأشار الأميل في اتصال مع قناة النبأ إلى أن الاجتماع الذي كان بحضور آمر قوة حماية السرت النعاس عبد الله تطرق إلى سبل مكافحة الإرهاب والتطورات الأمنية المتعلقة بهجوم تنظيم الدولة على بلدة الفقهة في الجفرة. بعد يوم من هجوم تنظيم الدولة على بلدة الفقهة، زار قائد القوات الأمريكية في أفريقيا توماس ويلدهاوزر سرت أمس الثلاثاء. وتتزامن الزيارة مع حديث إعلامي غربي عن عزم الأفريكوم إنشاء غرفة عمليات في السرت لمتابعة التنظيم في المنطقة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. تطرح زيارة قائد القوات الأمريكية في أفريقيا توماس ويلدهاوزر المفاجأة إلى مدينة سرت الكثير من الأسئلة، خاصة في ظل تزامنها مع الهجوم الإرهابي الذي استهدف بلدة الفقهة قبل يومين. الناطق باسم بلدية سرت محمد الأميل أكد لقناة النبأ الزيارة وقال إنها تأتي لبحث الأوضاع الأمنية وسبل مكافحة الإرهاب، موضحا أن قائد الأفريكوم التقى عميد بلدية سرت مختار المعداني وأمير قوة حماية سرت النعاس عبد الله. وعلى الرغم من الشح الإعلامي في توضيح ما جرى تناوله خلال الزيارة وتوقيتها، إلا أن مواقع غربية مختصة في متابعة الأحداث في ليبيا أكدت أن الأفريكوم أعلنت نيتها إنشاء غرفة عمليات في سرت لمواجهة تنظيم الدولة. ولعل اختيار قائد الأفريكوم لمدينة سرت بعد هجوم الفقهة رسائل عديدة ليست موجهة لتنظيم الدولة فقط، فالأفريكوم كان ولا يزال شريكاً أساسياً إلى جانب البنيان المرصوص في القضاء على التنظيم في سرت. وقد يكون لعودتها اليوم ما مفاده أن التنظيم وصل مراحل متقدمة في جمع صفوفه من جديد، وهو يحاول أن يتحرك على تخوم المدينة التي هزم فيها آخر مرة، أو أن الأفريكوم تحاول أن تسد فجوة ما يستغلها التنظيم تمنع ظهوره في المشهد من جديد. هذا ويعود وتنظيم الدولة إلى الواجهة مجددا بالهجوم على بلدة الفقهة والسيطرة عليها لساعات ثم الانسحاب دون أي مقاومة. تداعيات ودلالات هذا الهجوم يرصدها التقرير التالي. يثير هجوم تنظيم الدولة على بلدة الفقهة الواقعة ضمن الحدود الإدارية للجفرة وسط ليبيا الصدمة، ليس بفعل وحشية ما ارتكبه فقط، بل لأن العناصر المسلحة سيطرت على المدينة وفعلت ما خططت له وغادرت من دون مقاومة أو تعقب يذكر. حتى الآن لم يظهر دور ميليشيات الكرامة وآمرها خليفة حفتر التي تسيطر على المنطقة منذ فترة طويلة، بل بدت الميليشيات مهادنة ولم تتعرض للتنظيم الذي يتحرك دون هاجس من ملاحقة أو قصف أو اشتباك. وقد يكون لاختفائه إثر هجوم الفقهة أكثر من معنى، فيما الآليات مركونة على تخوم المدن تتربص بالمدنيين ممن يخالف حفتر سياسيا. المجلس الرئاسي المقترح قد يتحمل المسؤولية لأنه أغفل الدعوات المتكررة وتحذيرات قوات البنيان المرصوص
من تحركات للتنظيم المتطرف رصدتها على أطراف السرت، إضافة إلى المطالبة بتوفير الدعم اللازم من أجل ملاحقتهم، إلا أن تلك المتطلبات ذهبت أدراج الرياح. التنظيم يعود كل مرة يدق جرس الإنذار بأنه يرتب صفوفه، فيما الأجهزة الأمنية والميليشيات منشغلة وسط المدن تتقاسم النفوذ وتزاحم المدنيين في لقمة عيشهم، وتغفل تحذيرات نشرت قبل أسابيع بأن تنظيم الدولة قد يظهر بشكل أكثر شراسة في ظل وجود مقومات ظهوره في ليبيا، حيث تشهد الحكومة المركزية انهياراً وتخضع أجزاء مختلفة من البلاد للمجموعات المسلحة المحلية، وهو ما كشفته صحيفة أمريكية عن تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عن وجود ما بين 20 إلى 30 ألفاً من مقاتلي التنظيم ما زالوا في المنطقة، وأن ما لا يقل عن 5000 منهم موجودون في طرابلس. أعداد مفزعة لمسلحي تنظيم الدولة كشف عنها التقرير تؤكد رواية قوات البنيان المرصوص برصد تحركات لتنظيم الدولة في مناطق متفرقة في سرت، وأنهم يتخذون من الجبال والأودية مقراً لهم. شبح التنظيم يربح الوقت والمساحات ويرتب صفوفه بالصمت، فيما صمت الفرقاء الليبيين اتجاهه يطرح علامات الشك إذا ما قورنت بشراستهم في مواجهة بعضهم البعض. نقلت وكالة رويترز عن مهندس ميداني في قطاع النفط الليبي قوله إنه جرت إعادة تشغيل حقل البيضة في أحدث استئناف للعمل في منطقة الهلال النفطي. وذكر المهندس الذي لم ترد الوكالة اسمه أن الطاقة الإنتاجية الحالية للحقل هي أكثر من 12 ألف برميل يوميا بحسب المصدر. ويشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أكدت السبت الماضي إعادة الشركة مليتا للنفط والغاز بئرين منتجتين للنفط الخام للعمل بحقل الوفاء النفطي. وذكرت المؤسسة أن العملية جرت بعد استخدام تقنية الرفع بوحدات الأنابيب الحلزونية، ما زاد معدل الإنتاج في البئرين بقدر 3800 برميل يوميا. هذا وارتفع معدل إنتاج حقل النافورة النفطي بمقدار 3000 برميل يوميا خلال الأيام الماضية. وقال رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان إن الارتفاع سببه تعزيز الحقل ببئرين جديدتين من الأبار المنتجة بحقل النافورة ليبلغ إجمالي إنتاجه 68000 برميل يوميا وفقا لما أوردته صفحة الشركة عبر فيسبوك. مشاهدينا الكرام، النشرة متواصلة وتتابعون فيها بعد قليل. وزير الصحة المفوض يؤكد وصول 90% من التطعيمات وانطلاق حملة اللقاحات في ديسمبر القادم. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه النشرة. تحركات كثيفة تجريها نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز للدفع باتجاه التعجيل في الإصلاحات الاقتصادية. أبرز تحركات نائب المبعوث الأممي يرصدها التقرير التالي. انتهت اشتباكات طرابلس، وبانتهائها بدأت أمنيات تحريك الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ الترتيبات الأمنية. ويبدو أنها وراء لقاءات نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة ستيفاني ويليامز الأخيرة. التحركات الكثيفة لويليامز والتي غطت على رئيس البعثة الأممية غسان سلامة الذي ابتعد عن المشهد بشكل ملحوظ منذ توليها لمنصبها مطلع يوليو يثير تساؤلات بشأن جدوى وهدف تحركاتها الأخيرة. سلسلة من الاجتماعات المكثفة عقدتها ويليامز مع عدد من وزراء الحكومة المقترحة ورؤساء المؤسسات السيادية الليبية خلال 72 ساعة الماضية. وإن غابت عنها الكثير من التفاصيل، فإن المعلن عنها هو الدفع بالإصلاحات الاقتصادية في البلاد. وزير الاقتصاد في الحكومة المقترحة علي العساوي اعتبر توسع مهام البعثة الأممية واهتمامها بالجانب الاقتصادي تحولا جيدا ومهما، على خلاف تركيزها سابقا على الجانب السياسي والأمني بشكل أساسي.
لقاء العساوي سبقه آخر مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير الذي أكدت فيه ويليامز على الجهود القائمة في تدقيق قاعدة بيانات السجل المدني والرقم الوطني التي تتزامن مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. الملفت في جولة ويليامز على المؤسسات الاقتصادية الليبية هو لقاؤها برئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعلة الذي دعا المجتمع الدولي إلى تبني مبدأ عدم مكافأة كل من يحاول ابتزاز المؤسسة وإقصائهم من العملية السياسية، بالإضافة إلى إدراجهم في قوائم العقوبات وملاحقتهم جنائيا. تتزامن التحركات الأخيرة لستيفاني ويليامز بدعوات وأنباء عن اهتمام أمريكي متزايد بالملف الليبي، وهي خطوة أعلنت إيطاليا أنها تعول عليها كثيرا لإنهاء الأزمة الليبية، فهل تأتي لقاءات المستشارات ضمن هذه الخطة؟ أكد وزير الصحة المفوض بالحكومة المقترحة عمر بشير الطاهر وصول 90% من التطعيمات، وأن الكمية المتبقية ستصل تباعا خلال الأيام القادمة. نطمئن الجميع ونحن في مستهل العام الدراسي وفي مستهل بداية موسم الشتاء أن جميع التطعيمات حاليا موجودة وبكميات مناسبة. خلال اليومين القادمين اللي هو التاريخ 1/11 ستبدأ جولة أو الشروع في يعني جولة التطعيمات داخل المدارس. ستكون هناك فرق من المركز الوطني للأمراض والمراكز الصحية الخاصة بالتطعيمات ومراكز الرعاية الصحية. بالمناسبة طبعا في اليومين الماضيين أو خلال الأسبوع الماضي انتهت دورة إعداد المدربين، جزء منها طبعا اللي كان يشمل المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى. كانت هناك دورة لإعداد المدربين وتقوية كفاءة المدربين للاستجابة السريعة لإعطاء التطعيمات، كانت تجري برعاية منظمة الصحة العالمية. وأضاف الوزير المفوض أنه بداية من ديسمبر القادم سيجري البدء في حملة تطعيمات الحصبة للأطفال من عمر 9 أشهر حتى 15 سنة، وتصحبها حملة تطعيمات الشلل للأطفال من سن الولادة إلى 6 سنوات، كما تضاف إليها فيتامين أي لتسهيل عمل التطعيمات الأخرى، وتستهدف الحملة أكثر من 2 مليون طفل. في المدة القريبة القادمة اللي هي احتمال من بداية شهر ديسمبر القادم، في بداية الحملة الشاملة للوقاية من مرض الحصبة، والتي تستهدف الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى سن 15 سنة. تصحبها كذلك حملة شلل الأطفال اللي من سنة الولادة إلى سن 6 سنوات، كما تضاف إليها اللي هي الإضافة إلى فيتامين A لتسهيل عمل التطعيمات الأخرى المصاحبة. هذه الحملة تشمل العناصر الوطنية اللي هم الليبيين وكذلك النازحين والمهاجرين في مراكز النزوح والهجرة داخل البلاد. أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بدء الدورة الثانية لانتخاب مجالس جديدة للبلديات والتي انتهت ولايتها القانونية. وذكرت اللجنة عبر صفحتها بفيسبوك أن الانتخابات تستهدف 71 بلدية، إضافة إلى استكمال المجالس المحلية التي لم تنتخب مجالسها البلدية وكذلك البلديات المستحدثة. وأشارت اللجنة إلى أن البرنامج الانتخابي سيكون على 3 مراحل، بدءا بفتح منظومة تسجيل الناخبين خلال شهر نوفمبر من العام الحالي، واستكمال أعداد اللوائح المتعلقة بالترشح والإجراءات القانونية للمترشحين. اختتمت في منارة أبو هارون جليمي في كابا والاثنين فعاليات دورة الشيخ مسعود شريحة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده. الدورة استمرت لمدة 20 يوما، حيث شارك فيها 25 دارسا، وتضمنت حفظ 5 أجزاء من القرآن الكريم. واختتم الاحتفال بتوزيع شهادات على الأوائل وتكريم اللجنة المشرفة وعدد من محفظي القرآن الكريم بالمدينة. الدورة الأولى هذه استهدفت حوالي 25 طالب، كانت فئة الأعمار متفاوتة من 18 حتى ل 40 و 45 سنة. في الحقيقة يعني كانت أول دورة تقام في مدينة كباو وكانت مغلقة. ضوابط الدورة كانت عدم استعمال النقال، عدم الاتصال بأهلي، عدم الخروج خارج الدورة. وفي هذا اليوم نختتم الدورة الأولى المسمية على الشيخ المرحوم مسعود عياد شريحة الذي
توفاه الله قبل شهرين، وكان في خدمة طلبة القرآن تخليدا لاسمه، وحتى يقتدوا الطلبة والدارسين بهذه القدوة الحسنة. بعد رفض دول شمال أفريقيا وخاصة ليبيا استقبال مخيمات أو مراكز للمهاجرين غير النظاميين، أعلنت المفوضية الأوروبية أن مؤسسات الاتحاد لن تفرض هذا الأمر على الشركاء، وأن ما تريده هو إقامة شراكة حقيقية مع الدول الأفريقية. المزيد في سياق التقرير التالي. وسط الجدال الحاصل حول سعي الاتحاد الأوروبي إلى التخلص من أزمة الهجرة واللجوء عبر إحداث مراكز استقبال في دول شمال إفريقيا، تقر المفوضية الأوروبية للمرة الأولى بأن مؤسسات الاتحاد لن تفرض شيئا على الشركاء، مؤكدة عزمها إقامة شراكة حقيقية معهم. المفوضية أوضحت أن النقاشات مستمرة مع كل من المنظمات الدولية للهجرة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة للبحث عن حلول تسهم في إنقاذ المهاجرين من الموت غرقا في المتوسط، لكنها استدركت أن فكرة إحداث منصات إنزال لهم لم تتجاوز مقترحا ما زال قيد التداول. وقوبل إحداث منصات أو مراكز أوروبية في إفريقيا خاصة في ليبيا وتونس برفض قاطع من قبل الدول المعنية، خاصة ليبيا التي ترى أن الأمر سيشكل عبئا زائدا عليها في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد. ولعل دول الاتحاد الأوروبي قد غيرت من خطتها في ظل رفض قاطع لفتح الملف من جديد في ليبيا التي تزيد ملفات الهجرة من أزمتها وتحمل مؤسساتها أعباء إضافية، خاصة في ظرف يشهد فيه التعامل الأوروبي تخبطا واضحا واختلافا ظهر للعيان بعد وصول حكومة جوزيبي كونتي إلى السلطة في إيطاليا. وبهذا مشاهدينا الكرام وصلنا معكم إلى ختام النشرة، ونذكركم بأبرز العناوين. النائب العام البلجيكي يصف اختفاء الأموال الليبية المجمدة في مصارف بلجيكية بالفضيحة ويعلن فتح تحقيق موسع. بعد أيام من هجوم الفجهة، قائد الأفريكوم في سرت ومصادر إعلامية غربية تتحدث عن إنشاء غرفة عمليات بالمدينة التي تتبع التنظيم. إعادة تشغيل حقل البيض النفطي بطاقة إنتاجية تصل لأكثر من 12 ألف برميل يوميا. وتابعت في النشر أيضاً وزير الصحة المفوض يؤكد وصول 90% من التطعيمات وانطلاق حملة اللقاحات في ديسمبر القادم. مشاهدينا الكرام تابعوا مزيداً من الأخبار على موقعنا الإلكتروني النبأ دوت تي في، ويمكنكم أيضاً متابعتها على فيسبوك ويوتيوب وتليجرام. شكراً لكم على المتابعة وإلى اللقاء.